السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قبل اي كلام بس نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. هنسلق فراخ النهاردة، هنعمل فراخ وملوخية ورز بالشعرية. طبعا انا المية عندي غلت، نزلت عليها بطماطماية وفلفل وفصين ثوم وبصل وورق لوري وحبهان ومستكة. الحاجات دي بتنكه الشوربة. طبعا الفراخ انتوا عارفين بتتغسل غسلة حلوة قوي عشان الزفارة. خدت غلوتين كده ونزلت بالملح والفلفل. طبعا ما تنزليش بالملح والفلفل كده وهي لسه منزله الفراخ في شوربتها عشان تستوى معاكي وتبقى حلوه. فراخي خلصت، هطلعها فيديو خفيف ولطيف كده عليكم برضو عشان ايه، يعني تطويل الفيديو ده بيزهق. فراخ عندي خلصت، طلعتها. طبعا احلى حاجه لما تبقى الفرخه عندك قطعيها على 8، هتبقى حلوه كده، و بدل ما بتبقي ماسكه الورك كده قدامك، لا بيبقى تقطعيه على 2 بيبقى حلو قوي، وبتبقى الفرخه قدامك كتير كده. انا الملوخيه سقطتها في الشوربه. طبعا سهله جدا الملوخيه، انتي بتجيبي الشوربه عندك وتسقطي فيها الملوخيه بتاعتك وتدوبيها كده على النار وبتنزلي بالتقليه. اسهل حاجه الملوخيه بصراحه، بس لازم تدوبيها الاول في الشوربه كده على النار، تديها كام غلوه، وبعد كده هنعمل الطشه بتاعتها. انا قدامي هنا الطاسه فيها معلقه سمنه كده او معلقه زبده وحتتين ليا صغيرين، وطبعا راس توم محترمه كده حلوه، ومعلقه كبيره كزبره وحبه ملح صغيرين. سهله جدا، وعشان في بنات بتقول احنا ما بنعرفش نعمل الملوخيه ومش بتطلع حلوه معانا وبتطلع ساقطه والله اسهل منها ما في. زي ما قلت لك، اذا كانت ملوخيه اكياس، اذا كانت ملوخيه فريش انت مخرطاها شوربتك قدام منك، تسقطي فيها الملوخيه غلوتين على النار وتطفي عليها، وبعد كده تعملي الطشه بتاعتها اللي هي الطشه ايه، التومه اللي احنا او التومه اللي احنا عاملينها دلوقتي دي، وهتطشيها عليها وهتولعي عليها النار تاني. برضو هتاخد غلوه بس مع بعد ما تنزلي التومه بتاعتك اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهي التومة خدت لون بني كده حلو وغلوة، واحطفي برضو. سهلة جدا، ده في ناس بتحب تعمل الملوخية دي على طول عشان غير ان هي طعمها حلو، سهلة سهلة جدا يعني. بس كده تقليبتين كده على النار وبتطلع احلى ملوخية. في ناس بقى بتحب تحط طماطم او صلصة، طبعا لو بتحبي صلصة هتحطي معلقة صلصة، لو بتحبي طماطم هتحطي عصير طماطم، فانتي وراحتك. انا لا بحب ده ولا ده، انا بعملها خضرة زي ما انتوا شايفينها كده من غير اي صلصة. هنطلع الفراخ بتاعتنا وغرفة الرز بالشعرية. طبعا عاملة رز بالشعرية وحبة ملوخية عسل العسل اهي، ولا خفيفة ولا تقيلة قوي، حلوة بتطلع بسمكها حلو كده. هي عامة لازم تبقى تقيلة يعني، ما بتبقاش خفيفة، طالعة جميلة وريحتها حلوة. ورز بالشعرية، فلفل وجميل. طبعا ده انا عاملاه للولاد جنب الشوربة بتاعت الفراخ، والفراخ طالعة ايه، حمرتها تحمير جميل قوي يا سلام. لو حطيتي حتة فحمة بقى، بصي زي ما قلت لك الفرخة ما بتقطعيها 8 كده، الورك بيبقى ايه نصين، تحسي ان ايه الطبق قدامك مليان كده لما بتقطعي الفرخة على 8. وطبعا ملوخية يعني ايه، بتنجان مخلل وفلفل، ما ينفعش ملوخية جنبها ايه، ما يبقاش جنبها بتنجان مخلل ولا فلفل مقلي. بص جمال البتنجلية، وبألف هنا، ويا رب بقى ايه الملوخية والفراخ والرز يعجبكم، وما تنسونيش بقى في اللايك، واشوفكم في حاجة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.